هاي منطقة دور السكر. دور السكر. نعم. ايش عندكم معاناة؟ والله معاناتنا المجاري، المجاري ثقيلة. كبيرة المجاري. مجارينا من التسعينات انسدت، ولحد هذا اليوم عم تطلع المجاري على الفرع، يعني خارجية صارت. تمام. زين لاحظنا الخزانات، يعني المجاري الثقيلة خارجية، يعني خارج البيت. خارج البيت. خطر على الأطفال. خطر على الأطفال، وأطفالنا يعني لما تطلع برا ندحق عليهم، لا تدوس، لا تنتبه، ويعني سيارات تفوت تدوس الآي، والشارع كله يتوسخ، واللي يجينا يحكي علينا، يعني ما يقول شلون عايشين بهاي العيشة وهاي القعدة وهاي المجاري خارجية. معاناتنا المجاري، مجاري ظاهرية خارج على الشارع، ماكو غساطل، ما ينحف لنا غساطل، مجرى صندوقي ومسدود من الزمن القديم، وجدت كم مرة على أساس يسوون المجاري، وما ما جدت منظمة اشتغلت شارعين ثلاثة وانتهت، قالوا ما ظل عندكم بوارد، ما ظل عندنا بوارد حتى نسوي هذا المجاري. زين الحجة مو خطر على الأطفال يعني؟ والله مو بس خطر، مو بس خطر، وإنما مرض، هذا مرض، أمراض خاصة بالصيف ذبان وكذا، وتنقطع المي عندنا، وشغلات كثير يعني مؤذية لنا. هاي صار لنا سنوات، يعني راجعنا كثير شغلات، يعني عن الدائرة مع المجاري راجعنا مسؤولين، كل من يجي ينطي وعود ويمشي، وهذا هذا يعني هو هذا من يقولون عليه التلوث والوباء، هو هذا الوباء اللي عندنا صار، وهاي الأمراض، هاي أطفالنا ما نقدر إحنا نطلعها، سياراتنا نمشي نروح نجي، يعني اللي يجينا الريحة، الريحة يعني هاي من، ومن ينقطع هذا الماي مثل يوم أو يومين يعني ما نقدر نتحرك، ما نقدر نمشي، يعني لازم نمشي ونلبس كمامات ونمشي على هذا، على الريحة الموجودة. هاي منطقة، منطقة دور السكر، وبالأخص يعني عندنا يعني هاي معاناة، هذا شارع ستة، شارع ستة، ويعني احنا المفروض المنطقة هاي تكون رمز للموصل كله، لأن احنا المدخل الرئيسي لمحافظة نينوى، ومن من من مدخل دولي، فإذا هذا المدخل الدولي ومدخل الرئيسي للمنطقة يعني هيك قذارة وهيك وسخ عجل، لا عتب على الداخل ايش يصير بها اللي جوه.